بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمي هو هيدر. أنا هنا اليوم لأخبركم بقصتي عن كيف أصبحت مسلمة. في البداية أريد أن أخبركم أنني جهزت العديد من الملاحظات حتى لا أنسى شيء، ومعي أيضا كوب من الشاي لأن حنجرتي ليست بأفضل حال، ولدي أيضا بعض المناديل لأنه في العادة عندما أذكر قصتي عن كيف أصبحت مسلمة أبدأ بالبكاء لأنها تؤثر في وبشدة، وأيضا تجدد ذهني وعقلي وتجعلني أشعر بالقوة. عذرا، لقد كنت أعمل في دار رعاية الأطفال، وكان لدينا بعض العائلات المسلمة هناك، وكانوا جميعا في غاية اللطف. وفي يوم من الأيام جاءت أم أحد الأطفال وكانت ترتدي النقاب، لقد كانت مغطاة بالكامل، ورئيستي في العمل رفضت التحدث معها. عندما سألتها عن السبب قالت لأنني لست متأكدة بما تحت هذا النقاب ولذلك أنا خائفة. ثم طلبت من رئيستي في العمل أن تسمح لي بالتحدث معها بدلا من أن تقومي بذلك بنفسك. ثم ذهبت للتحدث مع الأم ثم تركت المدرسة بعدها. وعندما تيقنت أن الأم غادرت المكان ذهبت لأسأل رئيستي لماذا لم توافقي على التحدث معها؟ فقالت لا أعرف ماذا يكون خلف هذا النقاب، ربما سوف تفجر المكان لأنهم يريدون قتلنا. ثم قلت لها من أخبرك بهذا؟ ردت المديرة أنه بسبب كتابهم المقدس الذي يحثهم على ذلك. ثم قمت بالرد عليها بلا أعتقد أنه يوجد أي دين على وجه الأرض يحتوي كتابه المقدس على عبارات تحث الناس على قتل كل الآخرين. وكوني عنيدة بعض الشيء قررت أن أذهب إلى أقرب متجر للكتب وقمت بشراء نسخة للقرآن، ثم قمت بقراءة القرآن في حوالي 3 أشهر. وقد كنت أبحث عن تلك العبارة التي تحث على قتل كل الناس الآخرين لم أجدها، لذلك عدت إليها وقلت حسنا القرآن لا يقول هذا بل في الواقع يقول عكس هذا تماما. ثم بعد قراءة القرآن كاملا وتركه لكن كلامه لم يتركني ولا أستطيع أن أتوقف عن التفكير في هذا التشابه بين القرآن والكتاب المقدس المسيحي. كانت السيدة مريم مذكورة في القرآن، وكان يسوع أيضا هناك، وإبراهيم عليه السلام، ومعظم الأنبياء تلك التي تعلمتها خلال صغري كمسيحية. ولذا اعتقدت أنني أريد أن أبحث لمعرفة المزيد عن الإسلام. بدأت في مقابلة العديد من المسلمين. كان هناك جامعتان في المنطقة التي كنت أعيش فيها، لذلك كان لدينا العديد من الطلاب الأجانب، وكنت متأكدة من أن العديد منهم على الأرجح اعتقدوا أنني مجنونة، لأنني عندما كنت أرى بعض المسلمين أركض إليهم وأسألهم إن كانوا مسلمين، ثم أسألهم إن كان بإمكاني طرح بعض الأسئلة عليهم. قابلت العديد من المسلمين وسألت العديد من الأسئلة. وفي يوم من الأيام كان لدي عائلة قادمة من السعودية ودعوني إلى منزلهم. كنت أعرف القليل عن تلك العائلة منذ أيام المدرسة، ولكنني لم أكن أعرفهم حق المعرفة، لذلك ذهبت إلى هناك وتفاجأت أنها أم عادية مثلي تحاول التوفيق بين تعليم أطفالها والتنظيف والاهتمام بالمنزل، تغيير الحفاضات وغيرها من الأعمال. باختصار شديد كانت إنسانة عادية، ولكن كان هناك شيء مختلف، كان سلامهم والاطمئنان الذي يحيط بهم ولطفهم وكرمهم، كان ذلك جذابا جدا بالنسبة لي، وعلى وجه الخصوص الجزء الخاص بالسلام الداخلي. وهكذا بدأت في لقاء المزيد من المسلمين بغض النظر عن المكان الذي جاءوا منه.
سواء من الكويت أو إيران أو السعودية أو مصر، كانوا جميعا يشاركون نفس الهدوء وفي حالة تعرضهم لأي شيء سلبي كانوا يقابلونه بهدوء غريب، لقد كانوا مسلمين مسالمين. قلت لهم إني سأبكي، قد كنت أعتقد أن عائلتي سوف تتبرأ مني إن أصبحت مسلمة، لذا قررت أن أجد هذا السلام بنفسي، وقد كنت دائما أفعل كل شيء بنفسي. على كل حال تركت المدرسة التي كنت فيها وذهبت إلى مدرسة أخرى، وقمت بعدة تغييرات في حياتي. قمت بتغيير أصدقائي، وتوقفت عن الخروج، وتوقفت عن المواعدة، وتوقفت عن فعل الكثير من الأشياء السيئة، ولكني ما زلت لم أشعر بهذا السلام بداخلي. ثم بعد ذلك بدأت قراءة القرآن مرة أخرى، وأشاهد مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لمعرفة المزيد عن الإسلام. بدأت في طرح العديد من الأسئلة وأمور الناس. كنت أذهب إلى المتجر لأقابل المسلمين هناك، وكنت أطرح الكثير من الأسئلة عليهم. ثم بدأت أعتقد أني لست جيدة بما يكفي لأصبح مسلمة للحصول على هذا السلام، ربما لأنني لم أستحقه، لذا بدأت بالتفكير بصورة مختلفة. تخيلت نفسي كشخص يشاهد شيء عظيم من الخارج ولكن لا يستطيع الدخول للداخل على الرغم من احترامي له. ظننت أنني لست جيدة بما يكفي لأن أكون مسلمة، فقد فعلت الكثير من الأشياء السيئة في حياتي. وفي فترة من الفترات كنت أعمل في المدرسة الصيفية، وكان هناك طفلان من السعودية. أحد الطفلين كان في الثامنة من عمره وكان اسمه سيف، وكان الطفلان يتحدثان عن رمضان، ولذلك انضممت إلى محادثتهم. ثم قام الطفل بسؤالي: كيف تعرفين شهر رمضان؟ فقلت له: أنا درست الإسلام ولذلك أعرف القليل عن رمضان. قال لي: هل أنت مسلمة؟ فقلت له: لا أنا لست مسلمة. قال: لما لا؟ لما لا تكونين مسلمة؟ لم يسألني أحد عن هذا من قبل. قال: اسمحي لي أن أخمن، ربما تحبين شرب الكحول؟ قلت: لا لم أفعل هذا لسنوات عديدة. ثم قال: ربما تريدين أكل لحم الخنزير. قلت له: لا في الواقع لم أفعل هذا لحوالي 20 عاما لأن لحم الخنزير غير صحي. ثم قال: نعم هذا صحيح، إذن لماذا أنت لست بمسلمة؟ قلت له: أنا خائفة من رد فعل عائلتي. قال لي شيئا لن أنساه أبدا: إنهم عائلتك التي تحبك في جميع الأوقات. وكان الطفل محقا في ذلك، لقد ساعدتني عائلتي في جميع الأوقات على مدار حياتي، في كل الأوقات الصعبة وكل شيء آخر مررت به، ولذلك عرفت أنه كان محقا. فقلت له: كيف أصبحت أنت مسلما يا سيف؟ أنا آسفة لأنني أبكي دائما، من الصعب علي دائما سرد القصة. قال: لا أعلم، لأنني ولدت مسلما، لذلك أرسلنا بريدا إلكترونيا إلي، ثم قمت بالانتظار وانتهى اليوم ولم يرد علي أحد. ثم جاء اليوم الثاني وأيضا لم أتلقى أي رد. بعد ذلك جاء شخص إلي ثم قال إن سيف جاء إليهم وأخبرهم قصتي وأني أريد أن أصبح مسلمة. ثم سألوني: هل هذا صحيح؟ ثم قلت: نعم. قال: حسنا. ثم تحدث في هاتفه المحمول قليلا ثم قال: حسنا، يمكنك الذهاب إلى المسجد يوم السبت وسوف يقابلونك هناك، هناك يمكنك فعل ذلك وتصبحين مسلمة. وفي حقيقة الأمر لم أعرف ماذا كان يجب علي أن أفعل بالضبط. كان ذلك يوم الثلاثاء، وأثناء اليوم لم أكن أتخيل أن الإسلام كان قريبا مني لتلك الدرجة. كان الإسلام على بعد أيام قليلة، ثم بدأت أشعر بالسعادة وكنت متحمسة جدا، واعتقدت أنني لا أستطيع الانتظار، لا أستطيع الانتظار لأكثر من يوم، أصبحت لا أطيق الانتظار. وهكذا عندما أتت أم سيف لتعيده إلى المنزل سألتها: لا أستطيع الانتظار، هل هناك طريقة ما لأقوم بها اليوم؟
قالت يمكنك أن تفعليها أي وقت إذا كنت تريدين ذلك. اذهبي إلى المسجد الليلة ونلتقي بك هناك. نحن نستعد للسفر ليلا إلى السعودية، لكننا سنلتقي بك هناك أولا. وهكذا ذهبت إلى هناك ودخلت. كان هناك الكثير من الناس بالداخل، وكان هذا خلال شهر رمضان. كان هناك العديد من النساء قاموا بتقديم التحية لي قائلين السلام عليكم، وكنت أفكر ما الذي تعنيه هذه الكلمات، فقلت لهم مرحبا، ثم دخلت وقلت ما شاء الله. وكانت عائلة سيف متواجدة هناك، خالته ووالدته وأمه وأخته الصغيرة، والحمد لله أنهم كانوا هناك. لكني كل هذا الوقت كنت أسير باتجاه الإسلام، ولكني كنت لا زلت في الخارج. ولكن هذا الطفل سيف الحمد لله، أظنني براءة الطفل تلك هي السبب في فتح الباب، ودائما ما أذكره وأدعو له أثناء صلاتي. هذا الطفل هو الذي غير حياتي ودائما في قلبي، لأنه لو لم يقل لي هذه الكلمات لكان أو ربما كنت سأظل أنتظر في الخارج حتى الآن أشاهد وأراقب. كان ذلك خلال شهر رمضان في شهر يونيو، والحمد لله كان هناك العديد من الأشخاص الذين جاءوا لدعمي. كان لدي هذه العائلة الضخمة من الناس على الفور في أماكن كثيرة، لا أعرف ماذا أقول، حيث أن تكوين أسرة كبيرة على الفور بهذه الطريقة ربما كان أجمل شيء حدث لي على الإطلاق في حياتي كلها. ثم أخبرت والدي أني أصبحت مسلمة. قال والدي المسلمون يؤمنون بوجود الله أيضا، صحيح؟